حنا غنديرو ان شاء الله الدرس الثالث، هو فيه ضربة واحدة. كنديرو ضربة دروكا، بغينا نديرو ضربة كتسمى ديال وحدة باش ديال واحد ان شاء الله. شدو هادي وغادي ان شاء الله نديرو الدرس ديال واحد. هادي نديرو بيها الجلابة كلها، هادي تلت الملاقية هادي. يعني كنخدم بشوية باش حتى اللي بغا يتعلم يتعلم، والضريبات يكونوا مقادين، متكونش وحدة خارجة على الأخرى، هادو متكونش وحدة وحدة هنايا، يكونوا هاكا مرتبين باش تبان الخدمة هنا. ان شاء الله غادي نتعلمو ونخدمو ان شاء الله جلباتنا ونخدمو الطفاتان وكلشي. هاد الخديمة الدايرة زوينة، هاد الرندرة هي زوينة اللي تعلم ليها راه كيصور منها الفلوس ويدير منها الطبخ، مشروع قلب. ان شاء الله تنكمل هاد السلسله ونديرو ان شاء الله جلابه، ونبداو من الاول كيفاش نخيطو الكتاف وكيفاش اسميتو، تنكملو هذيك الجلابه ان شاء الله باش تعرفو كيفاش تجمعو البياسه. هذا هو، كنتمنوا الدعوات منكم ديال الخير، دخلوا ديروا ليا جيم وديروا ليا متابعه، الله يجازيكم بخير. درت لكم هذا اللون باش يجي يبان لكم في الخدمه، وهذا الثوب هو فاش كنعلم انا البنات، هذا الثوب سميتو المايا، دغيا تعلمي فيه ماشي بحال شي توب إلا كان بحال ساتان ولا شي كيبدا يزلق، يعني بشكل عام هذا ديال المايا هو فاش كنعلم أنا البنات، وراه دغيا تعلمي إن شاء الله، بغا يتعلم في البنات راه دغيا يتعلم، نهضر على البنات ولا على العيالات اللي صغارات ولا اللي كبارات، كلشي ان شاء الله غادي يتعلم. كنخدم بشويه باش تعرفوا فين كيمشي الخيط ومنين كيجي، كلشي وحده اللي راه ما يمكنش نتعلم راه ضروري غادي يتعلم ان شاء الله. نديرو ان شاء الله قلبية، نديرو كلشي كلشي ان شاء الله غادي نعلمو لكم هنا ان شاء الله. العلامة راه ماشي علامة الدبلوم، هادي العلامة ديال الخبرة ديال 40 سنة ديال الخبرة. الله تعجبكم العلامة ديالتي كيف تتعجب بناتي، راه تنبدا لهم وتعجبهم الحال، تيكونوا فرحانين قال لك بلي راهما تلاقاو مع شي معلمة مزيانة.
ان شاء الله غادي نبداو ملي نحاولوا، غادي ان شاء الله نديروا شي جروب باش تعرفوا بعضياتكم مع البنات كاملين الجداد ولا القدام. هذا هو ما كي تجي تجي زوينة. هادي دروكايا كاع ما تحتاج لا مصلوح ولا حتى حاجة، خدمو بها مزيان، تجمعي بها الشلابة تجي زوينة. ونوصيكم على هاد الضريبات يكونوا مقادين، هادو يكونوا مقادين بحال هكا. ونزير يديا شوية باش تجي خدمة مزيانة. الله يكون بناتي كيشوفوني اللي كانوا طلبوني، قال لك بغاو يتعلموا من دار، يكون ان شاء الله كيشوفوني راه كيعرفوا على من كنهضر، على البنات. ايوا هاي الختي ما كتبان زوينة، هي الطرف كونو ديرو قد هذا اللي كندير انا هاد القياس هذا باش ما تجيش فين تكمليه حتى صافي كتلصق ليك خدمة في العقل ديالك، صافي مبقاش تخرج منه. ديريش طريف صغير، ديري قد هذا اللي درت انا وخدميه، وخدمي ليه الحبكة ديالو كلها، دوري عليه باش تعقلي على هذاك الشيء. غنحيد انا هذا الخيط هذا، ها هو ملي كنبغي نحيدو كنديرو القياس ديال الضربه ونديرو هكا، ندفعو مع التوب هكا هكايا، ونشوف هنا شدو واحد شويه ديال التوب ها هو باش ما يزلقش هذاك الخيط. واخا تقطعيه دروكايا ما خرجتيش اتسلت، وملي نبغي نركبو الخيط نعاودو نجيو تاني لهاد الطريبة هاتي اللي درنا هنا، ها هي نعاودو نديرو فيها تاني هكا، نشدو هذا ونخدمو عادي. هاهو تيبان بحال ما درناش الخيط، حيت الانسان خصو يتعلم ويتعلم حتى كيفاش يدير هذا الخيط، كيفاش يركب الخيط. ركبنا الخيط تيبان بحال ما ركبناش، البنات ننصحكم واحد النصيحة، إنسان يخدم يدير صنعة في يديه راه مزيان إلا دار صنعة في يديه، تكون عندك صنعتك بحال موظف تخدمي وتخدمي لدارك وتخدمي لعائلتك راه مزيان، بحال هادوك البنات مساكن اللي كاينين الجبل ما عندهمش مساكن كيفاش يديروا يتعلموا، على الله يوصلهم هادشي ان شاء الله يتعلموا حتى هما. ندير صنعة فيديا ويكون خير ان شاء الله.